معنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من واشنطن رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات المحامي كامل حساني. مرحبا بك استاذ كامل. اذا موقع انتيور في تقرير له قال ان القادة الامريكيين يمنعون جنودهم من الابلاغ عن جرائم الحرب، ما مدى قانونية هذا التحصين انجاز التعبير؟ بشكل عام الدستور الامريكي يوفر الحماية للامريكان سواء كانوا عساكر او مدنيين اذا كانوا بالاوفرسيز في مغارات البحار خارج الولايات المتحده، ولا يجوز للسلطات الامريكيه ان تخفف من هذه الحمايه القانونيه مهما كانت الاسباب، بل حتى لا تجرؤ الحكومه الامريكيه على توقيع اي اتفاقيات او معاهدات تتنازل بها جزئيا او كليا عن الحمايه القانونيه للامريكان. هذا من ناحيه. من ناحيه اخرى الامريكان لا يمكن بل ملزمين بالتبليغ عن أي انتهاكات سواء تقع داخل أمريكا أو خارج أمريكا من الجنود ومن المدنيين اللي يعملون في الوكالات الأمريكية، وهذا الإلزام موجود في تعهدات يكتبوها ويقعون عليها لحظة مباشرتهم بأعمالهم اللي تخص الحكومة الفيدرالية. فما أعرف من أين جاء الخبر أنه الأمريكان يحاولون يغطون عن مخالفاتهم أو يمرون جنودهم بإخفاء مخالفاتهم الحربية. هذا ما ذكره الموقع، يعني هل يمنع التبليغ عن جرائم الحرب من قبل الجنود؟ هل يمنع ذلك من معاقبتهم على جرائم اقترفوها هم وقادتهم؟ لا بالعكس تماما، كل أمريكي موجود خاصة في المناطق خارج أمريكا اللي هي ما وراء البحار ملزمين بالتبليغ رؤسائهم عن أي مخالفات أو انتهاكات. هم عندهم هذا موضوع الإثيك والالتزام موضوع مقدس يعني، وكل واحد يحاول يخفي يتعرض إلى محاسبة جنائية في محاكم عسكرية إذا كانوا عسكر، وفي محاكم مدنية إذا كانوا مدنيين، وهذا ما شفناه كثير من الحالات من العمال اللي عملوا مع وزارة الخارجية الأمريكية أو الوكالات الأمريكية أو في وزارة الدفاع، وكثير منهم جرى محاسبتهم والآن قسم منهم لحد الآن في السجون يقضون مدة محكومياتهم. نعم، حتى صحيفة نيويورك تايمز كشفت عن تقرير سري يوثق انتهاكات الاحتلال الأمريكي في العراق. إلى أي مدى يمكن ملاحقة مجرمي الحرب من القوات الأمريكية بموجب هذه التقارير الإعلامية؟ الملاحقة ممكنة بكل متضرر سواء كان أمريكي أو غير أمريكي، يعني يحضر أمام السلطات الأمريكية ويبلغ عن الانتهاكات، وأكثر من ذلك قانون إنجليزي سمح حتى للأجانب أن يقيموا الدعاوى على أشخاص أمريكان أو غير أمريكان موجودين على الأراضي الأمريكية. المسألة الوحيدة اللي رفضها الأمريكان وهذا ملزمين بموجب الدستور الأمريكي أنه هم ما عندهم ثقة بنوعية التقاضي الموجودة في دول العالم، ولهذا يؤمنون فقط بضمانات التقاضي الموجودة في المنظومة الأمريكية، وهذا ملزمين بالدستور. فيجي محاسبتهم وصوليا على كل متضرر أن يكلف محامي أو هو شخصين يقيم الدعوة على أي كان مؤسسة أو شخص داخل الأراضي الأمريكية. المشكلة أن صحيفة نيويورك تايمز ذكرت أن قادة أمريكيين هددوا الجنود الذين قدموا شكوى بشأن انتهاكات حصلت في العراق، ما رأيك بهذه التصرفات؟ نعم ممكن الإعلام يفسر هذه المسألة بأنها تهديدات، وهي مسألة معقدة يعني إثباتها صعب أنه داخل الإدارات العسكرية أو المدنية أنه رؤساء يهددون مرؤوسيهم بمحاسبة أو بالجزاءات أو بحرمان الامتيازات، هذه مسألة معقدة موجودة في كل دوار مكان، وما أعتقد أنه حقيقية لأنه هم سيتعرضون إلى محاسبة. يعني تعتقد أنه يمكن أن يلاحق أهل الضحايا الجنود الأمريكيين أو حتى بعض قادتهم على جرائمهم ضمن المحاكم الأمريكية، يعني تقبل هذه الدعاوى؟ بإمكان
كان كل متضرر أن يلاحق المتسببين بضرر سواء بالحياة أو بحرياتهم أو بحقوقهم وأموالهم وكرامتهم هنا داخل الأراضي الأمريكية، ومثل ما حصل حتى في قضية بلاك ووتر، واستعانوا بأهالي الضحايا وقسم منهم حضروا وهم ممثليهم أمام المحاكم الأمريكية واختصوا من المتسببين الجنات. وكنا سمعنا بقضية بلاك ووتر والمذبحة اللي صارت في ساحة النسور. شكرا جزيلا كامل واشنطن، رئيس المركز الوطني للبحوث ودراسات المحامي كامل حسني.